ابنك جان مارك انتصر على السرطان بأي عمر؟ 14 سنة. جان سخان كان عمره 14، كان بالبروفي. نعم، وبأي عمر انتصر على السرطان؟ بال14، بذات السنة. بذات السنة انتصر. بذات السنة. كيف خبروكم إنه ابنك جان مارك مصاب بالسرطان؟ جان مارك عملنا له فحص الدم، اتصلوا بجوزي والمختبر وحطوا بالجو. هلا نحن وبعتونا على المستشفى على سان جود، نحن تاني يوم خدناه جان مارك بسان جود عرف. نحن ما خبرنا، نحن ما قدرنا نقول له. رح احكي عن جان مارك بعد شوي، لكن الام كيف تلقيتي هالخبر؟ يعني كان صدمه اكيد، يعني سؤال أكيد بديهي، ولكن إيه؟ كيف لازم الام تكون مع ابنها بهيك وضع؟ اكيد كانت صدمه، بس يعني قد ما كانت صدمه قويه قدرنا نوقف على اجرينا كرمال جان مارك، يعني لانه جان مارك كان ابن 14 سنه ما بيعرف شيء، انصدم بخبريته، مجبورين وقف حاله. انت ما بيعرف شيء، القصه بدات من 4 سنوات مع جان مارك، جان مارك انتصر على السرطان، استقبلوا معي جان مارك. الحمد لله على سلامتك جان مارك، صار 4 سنين انتصرت على السرطان، ولادك عم بتقول اول ما خبروك من 4 سنين ما كنت بتعرف شيء عن السرطان، كيف خبروك؟ مزبوط، ما كنت اعرف شيء. وصلت على البيت لقيت امي عم تبكي، قالت لي كنت عامل فحص دم، قالت لي بعد عندك فحوصات زياده تنتاكد انه ما في شيء. رحنا على المستشفى، فتت على محل غريب عجيب، لقيت اولاد بلا شعر حاطين كمامات. استغربت، مع انه كان في برا كمان يافطوا عليا كانسر سنتر، ما قدرت اقريه. بعدين وقتها سحبوا لي دم، إذا بدك مرقت لحظة وقفت فيها، ما عادش فيني أمشي. صرت أبكي. وساعتها إجا الحكيم وخبرني الخبرية إنه معك كونسرت. وهو لوسيمي. كنت بتعرف شو يعني لوسيمي؟ لا. بعمل 14 سنة؟ لا. قالوا لي معك لوسيمي، ما كنت عارف الأول إنه كونسرت. بعدين الحكيم خبرني إنه هيدا كونسرت إنه في له علاج وبلش العلاج. بلش العلاج. شو بتتذكر من العلاج؟ اليوم بعد 4 سنين، شو اللي بعده معلم فيك بالعلاج؟ الوجع، مش الوجع، الوقت اللي مرقت فيه، مرقت فترة طويلة بالمستشفى، أنا كنت أقعد فترة كثير طويلة. إذا بدك نفسيتي شوي ضعفت بالمستشفى، لأنه كنت أبعد عن أهلي، كنت أبعد عن رفقاتي، عن الكل. هذا الشيء ضايقني، بس بذات الوقت كان في أهلي حدي يلي هن داعميني كل الوقت. بأي أصعب لحظة شفتي فيها ابنك هو عم بيتعالج؟ عم بكون كان بالمستشفى ويكون ضعيف ويكون عم بحارب السرطان. جان مارك مرق بفترة كتير صعبة، عمل حرارة كتير قوية، في فترة وصلت حرارته لل 41.5. يعني هالفترة كان جان مارك يعني على شعره معقول يفوت بغيبوبة. سلاحك شو كان الصلاة والإيمان؟ أكيد الصلاة، ونحن دعمناه والأصحاب دعمونا، وكان في كتير ناس في حدنا. أكيد إنه ضعف جان مارك خليني أدعمه قد ما فيه. جان مارك اليوم بعد ما انتصرت على السرطان، شو اللي خليك تنتصر أول شيء؟ الإيمان والصلاة وأهلي ورفقاتي يلي وقفوا حدي كل الوقت. ما حدا منهم فكر يتركني، ما حدا فكر يبعد لحظة، بالعكس يمكن هالتجربة قربتهم منهم لإلي. يعني اليوم شو تغير بجان مارك؟ نظرتي للحياة كلها تغيرت، صرت فكر كيف عيش كل لحظة بلحظتها. إنه بطلت كثير فكر لبعدين، بحط خطط لبعدين، بس بكون تركيزي لهيدا النهار، لأن ما حدا بيعرف تاني النهار وين بيكون، على طول فكر كل يوم شو بيصير. الحمد لله على سلامتك. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.